اهلا بحضراتكم. الفقره الثانيه من البيت الكبير يوم الثلاث دايما مستنينها، يعني فقره ليها طابع خاص واطار خاص، بنتكلم كلام خارج الصندوق، بنتكلم مع نجم في مجاله الناقد الكبير عمر البنوبي. بنرحب بيك وتشرفنا دايما يوم الثلاث يا عمر. واولا عايز اشكرك على الحلقتين اللي عملناهم الاسبوعين اللي فاتوا، لان فعلا ردود الافعال كانت رائعه، اتكلمنا كلام مهم جدا والناس عندها تفاعل وعايزة كمان تعرف، ونتكلم على المحترفين المصريين خلال تاريخ مصر الكبير اللي فات. فأنا بشكرك وأكيد مستنيين الكتير، وإن شاء الله نبدأ بقى من النهاردة ونتكلم كمان على قصة كفاح وقصة احتراف أحد اللاعبين المصريين خارج مصر. كابتن هاني، أولا بشكر حضرتك وقناة النادي الأهلي طبعا والبيت الكبير على الفرصة اللي احنا واخدينها عشان نقدم ده طبعا، وده ما كانش هيتم غير في وجود قناة النادي الأهلي من الإدارة بتاعتها، إدارة النادي كمان، وجود حضرتك كمان كأسطورة من أساطير النادي وأساطير الكرة المصرية. ربنا يخليك. هتكلمنا النهاردة أكيد عن أسطورة كلنا بنحبها بصراحة، ده أكيد. يعني كلنا بنحبها وكلنا بالنسبة لنا رمز من رموز النادي الأهلي اللي على مر الأجيال بنبص له، حتى على مستوى خلينا الإدارة، وأنت كمان هتكلمنا على المستوى كمان الفني وإزاي كان ليه تاريخ في عملية احترافه خارج مصر. يمكن الأسطورة المايسترو كابتن صالح سليم الله يرحمه من اللعيبة اللي هم الأفذاذ في تاريخ الكرة المصرية، مش بس كمان في تاريخ النادي الأهلي، يمكن هو كان شخص استثنائي في كل شيء، حتى في رحلة احترافه نفسها كانت استثنائية ومختلفة. فكرة أنه من بعد كأس العالم 34 خرج إسماعيل رأفت، خرج أنور جميعي، ولو أن أنور جميعي برضو ملوش تاريخ في الكرة المصرية هنا لكن لعب في فرنسا، لكن من الثلاثينات لحد ما وصلنا سنة 63 مفيش لعيب مصري خرج احترف في أوروبا، مفيش لعيب مصري خرج في الفترة دي بالظبط. لكن بعد كده جه الكابتن صالح سليم بتجربة استثنائية شوية، انه خرج من النادي الاهلي، كان ساعتها ظروف ان كان منتخب مصر مستواه كان تراجع شوية، هو كان شايف ان في ضغوط كتير عليه لانه كمان كان كابتن منتخب مصر في الوقت ده، حب يخرج من ضغوط الكرة المصرية كلها وياخد تجربة الاحتراف الاوروبي. الاحتراف الاوروبي جاله عن طريق فريدز، ده كان مدرب نادي الاهلي هنا في مصر ومدرب نمساوي، لما رجع النمسا درب نادي جراتس النمساوي، بعت خطاب لكابتن صالح سليم هنا في مصر وطلب منه ان هو يكون موجود معاه في جراتس. المفارقه هنا ممكن حاجه برضو ناس ما بتبصش عليها كتير، انه كابتن صالح سليم احترف وعنده كام سنه، وبعد ما تخطى ال 30، بعد ما تخطى ال 30 انه لعيب يكون فت ويكون يعني عليه العين، انه مدرب نمساوي بعد ما يسيب مصر يفكر ان هو يستعين بيه وهو تخطى ال 30، كان عنده 32 سنه تقريبا، عندهم السن. تقييم بالنسبه لهم كل المعايير بيركزوا فيها والسن صحيح. رقم واحد حتى في تجديد العقود في الاستمرار الكلام ده كله. فتواجد كابتن صالح سليم بالفعل، راح مضى 4 شهور مع نادي جراتس في النمسا، استقبلوه وعملوا مؤتمر صحفي كبير اول ما وصل المطار، ابهرهم ان هو بيتكلم 4 لغات، يعني كانوا مش متخيلين ان يجي لعيب من مصر يكون بيتكلم 4 لغات، واجاده تامه يعني. وفي الوقت ده بدا مباشره لعب ماتشات وديه، ثم بدا الفريق كان في المركز الاخير، كان ظروفه صعبه يعني جدا، دخول الكابتن صالح كان الفريق اصلا في المركز الاخير. مشيت الصوره اللي قدامنا دي يا عمر بالظبط، ده كابتن صالح مع فريق جراتس النمساوي. يعني كابتن صالح هو اول واحد على الشمال وقوفا، حتى شكله مميز، وقفته، جسمه، هو اقوى من كل اللعيبه يعني بالظبط يعني. بالمناسبه كل اللي شافوا كابتن صالح في الملعب حكوا عنه، منهم الدكتور طه طوخي ربنا يديله الصحه، من شيوخ المدربين في مصر، وهو درب كابتن صالح كان اسعده الحظ في كده. واتكلم عن كابتن صالح لما اتكلمت معاه اكتر من مره، لا كان لعيب ستايل من اللعيبه اللي هم يلعبوا النهارده يبقوا برده نجوم ونجوم شباك. في احتراف كابتن صالح في جراتس، ودي صوره في الملعب كمان، دي اثناء الدوري النمساوي، بيسدد ضربه جزاء في هدف بيسجله، في كمان مباراه اعتقد قدام لاسك برده في صوره منها. الحقيقه الفتره دي المفارقه هنا انه 4 شهور، في ال4 شهور يقدر انه ياخد الفريق من المركز الاخير لانه يوصل للمربع الذهبي ينافس عليه ويفنش الدوري في المركز السادس. ازاي ده حصل؟ 8 ماتشات اللي لعبهم كابتن صالح، 7 ماتشات فوز، طول ما هو في الملعب بيسجل اهداف، بيصنع اهداف، في ماتش سجل فيه هاتريك، في ماتش بيسجل اهداف وبيصنع سجل هاتريك يعني. في مباريات تالق كبير يا عمر، كبير بعد جدا. يعني السن انت بتتكلم راح مثلا واحد فوق ال 30، كان عنده تقريبا 32 سنه، انه بيروح
زي ما انت بتقول ظروف الفريق ظروف سيئه جدا، انه بيتميز وبيروح وبيسجل وبيعمل هاتريك، ويعني ده كمان جديد على لو اتكلمت على تاريخ المحترفين بقى ككل. بالتأكيد. يعني مفيش هذا السن واحد ابراموفيتش يعني لسه جايب جون النهارده، لكن نتكلم على كابتن صالح سنين سنه 63 63. عايز اقول لحضرتك انه المباراه الوحيده اللي خسرها جراتس كان كابتن صالح اصيب فيها وخرج من الملعب، لكن الثمان ماتشات سبعه فوز وهي الهزيمه الوحيده عشان اصيب في المباراه دي وخرج، وقدر انه يفنش معاهم الدوري في المركز السادس، لدرجه انه كمان يعني فريدز عرض عليه ان هو يجدد، كان راح فتره يعني اجازه بين الموسمين في ايطاليا، لكن فوجئ وقتها ان النادي الاهلي بعت له خطاب وطلب منه انه يرجع، لان برده كان مستوى فريق الكوره في النادي الاهلي في السنه دي قل شويه، خسر قدام الترسانه في دوره رباعيه لتحديد بطل الدوري 2-0. ولما رجع كابتن صالح رجعت الحكايه تاني لل يعني نقول للاحسن ونقول المستوى بتاع النادي الاهلي رجع. هو الفكره كمان انه قيل في هذه الفتره انه تلقى عروض فعليه من الدوري الايطالي كمان، لانه كان بيجيد الايطاليه بالمناسبه وكان متواجد وعرض عليه ان هو كابتن صالح كان بيتكلم طبعا انجليزي وايطالي وفرنساوي اعتقد كمان، وكمان لو الماني لان والماني، لانه على فكره بالمناسبه هو يعني فضلت علاقاته ممتده حتى بعد الاعتزال وبعد تولي رئاسه النادي الاهلي. في واقعه شهيره لما جه كابتن عبد الستار صبري يحترف وكان المفروض هيلعب للنادي الاهلي، فطلع عن طريق العلاقه الصداقه القويه بين كابتن صالح وقتها ورئيس نادي تيرول النمساوي وقتها بالظبط، وقدر ان هو يوفر له انه يلعب في اوروبا. وبعدها حتى كابتن عبد الستار لما اتصل بكابتن صالح وقال له انا حابب اكمل وهم عارضين عليا، قال له انت شايف كده يبقى تكمل، حق النادي الاهلي هياخده لانك ماضي عقود للنادي الاهلي، وسابه يكمل. وهي دي عظمه بقى النادي الاهلي في موقف موقف الاداري اللي هو مش هيقول له لا انت ماضي معايا عقد، لا. وكابتن عبد الستار الحقيقه حكاها لي في فتره كنت بارخ فتره احترافه برضو ضمن الرحله اللي ارختها للمحترفين، حكى لي الموقف ده، قال لي اكتر شخصيه شفتها يتصنف سوبر جنتلمان في تعاملاته، قال لي انا بقول له انا عايز اكمل في النمسا، قال لي لو ده قرارك خلاص تجيب رئيس النادي وتجي لي تاني يوم، انه ماضي مع النادي الاهلي ماضي عقود، لكن كابتن صالح صمم ان حق النادي الاهلي ياخده، وصمم ان تيرول يدفع فلوس للنادي الاهلي مقابل عقود عبد الستار صبري. وبعد كده تمنى له التوفيق، بل بالعكس هو كمان حفظ له حقه مع نادي تيرول وقتها، قال لرئيس نادي تيرول اعتبر ان عبد الستار ده ابني هنا لابد ان انتوا تقدروه ماديا كويس. ويعني عبد الستار صبري لما بيحكي الحكايه دي هو بيحكيها بفخر وبيبقى مبسوط جدا، موقف يعني موقف جميل وما اعتقدش انه يتكرر دلوقتي، يعني في الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي. يا عمر رفع عرضك ما تفتحش، الموضوع صعب الموضوع. لا طبعا مفتقدين السلوك دوت، مفتقدين الاخلاقيات ديت، ومفتقدين الاحترام دوت يا عمر بصراحه في الاجواء. يعني ده شيء زي ما انت بتقوله كده، والناس لما بتسمع الناس بتحس وطبيعي جدا بتحصل مقارنه. طب ايه اللي حصل؟ يعني احنا كنا فين وبقينا فين؟ دي عمليه صعبه جدا هنتكلم فيها طبعا معاك، وبرضه تشرح لنا بعض الظروف اللي مرينا بيها. لكن عندي اسم يوسف راضي. يوسف راضي ده حكايته ده بعد كابتن صالح على طول ولا لا؟ بكتير، ده بكتير. في الثمانينات. على فكره الكره المصريه بعد كابتن صالح ما قدمتش محترفين خالص، وده علامه. كابتن صالح رجع امتى؟ رجع في نفس السنه 63. 63 هو راح ابريل 63، يعني هو خلص الموسم موسم. رجع نص موسم بالظبط. نص موسم ورجع. هي الحقيقه في علامه استفهام كبيره انه ازاي المنتخب المصري والكره المصريه ما قدمتش لعيبه لاوروبا في الوقت ده، في حين انه بدات وقتها في السبعينات والثمانينات يطلع لعيبه من شمال افريقيا من تونس الجزائر والمغرب صحيح. بداوا يروحوا اوروبا. طبعا في عوامل كتير ومنها عوامل اللغه وغيره والتاقلم، لكن هي يوسف راضي هي حكايه غريبه شويه. انه يوسف راضي ده لعيب مولود في القاهره، يوسف اسمه يوسف رمزي عبد الحليم راضي، وده سافر سويسرا وهو طفل صغير مع اسرته، وبدا كوره في نادي سيرفيت جنيف السويسري سيرفيت ولعب معاهم من الناشئين وتصعد للفيرست تيم، تصعد عليهم هما بيكسبوا الدوري، كسب الدوري السويسري معاهم اتحسب له، بعد كده لعب معاهم وكان في جيل الحقيقه كان دي صورته دي صورته ده يوسف راضي. ده يوسف راضي. الحقيقه في السيرفيت انه بيلعب مع جيل اعتقد ان هو من افضل الاجيال في تاريخ النادي ده، كان معاه لوسيان فافر اللي بيدرب دورتموند دلوقتي كان بيلعب معاه في الملعب طبعا. كان معاه الان جيجر كمان، وكان معاه مصطفى يغشى نجم منتخب المغرب دفاع خط الدفاع منتخب المغرب في الوقت ده، كان معاه ميشيل دوكستال جه هنا مصر ودرب في نادي الزمالك فتره. يعني جيل كان قوي جدا، خد الدوري وخد الكاس ولعب يوفا كاب
دي المفاجاه انه لعب يوفا كاب نسختين ورا بعض 81 و 82، منهم ماتش كان قدام سوشال الفرنسي وماتش تاني كان قدام فرقه من بولندا، وكمل في الدوري السويسري ولعب ليونج بويز، كسب معاهم الدوري وكسب معاهم الكاس، يعني لعب ماتشات كتير وتخطى ال 100 مباراه بالمناسبه، يعني برضه فتره نشاطه من 80 لحد 88 لعب تقريبا اكتر من 100 مباراه في الدوري السويسري بخلاف مباريات الكاس وبطوله اليويفا كاب. والحقيقه للاسف يوسف راضي ما هو ما لعبش في مصر طبعا، وكمان ما انضمش لمنتخب مصر، يعني كل التاريخ ده ما انضمش، يعني ما نعرفش عنه حاجه هنا في مصر، ولم يكتب عنه حرف في الصحافه المصريه. يعني عايز اقول لحضرتك تجربه اغرب من الخيال، بس يعني تعرفنا قيمه السوشيال ميديا دلوقتي. لا لو كان موجود ايام السوشيال ميديا، لكن كمان علامه استفهام من رغم انت بتتكلم على ارقام كبيره جدا، يمكن علشان ما عادش في مصر، يمكن علشان عاش حياته كلها بره وبالتالي اتحسب اكنه سويسري. كمان اعتزل الكوره 88 واختفى عن المجال تماما خالص. رافض انه حتى مباريات اساطير يونج بويز او سيرفيت ما بيحضرهاش، ما بيتواجدش في اي حاجه. حاولت اعمل معاه انترفيو، وتواصلت مع اولاده وتواصلت مع اصحابه، رافض تماما انه يظهر او يتكلم عن الكوره. هو محامي وعايش في جنيف لحد النهارده، لغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي موجود في جنيف، بس خلاص هو اتجه، لكن ما بيفكرش في الكوره دلوقتي نهائي. يمكن انا قابلت ده في لعيبه سويسريين لكن كان بالنسبه لي كان نفسي يشتغل ايجنت. ما هو دلوقتي انت طالما انت محامي في اوروبا بيبقى من حقك تشتغل، لان التاريخ اللي انت بتتكلم عليه وعدد المباريات والبطولات كمان، ده كان اعتقد كان الكارير انه يغير الكارير 180 درجه، ان هو كمان ما يعني خرج بره النطاق خالص بره الكوره، فده شيء صعب شويه. احنا بنحاول طبعا نجيب يعني احد اصدقائه معانا او احد الناس اللي لعبوا معاه، وبنحاول نتواصل معاه عشان كمان يشرح لنا القصه ايه، لان انت بتتكلم على قصه يعني دي الصوره قدامنا، يمكن بعد ما كبر صورته في وسط الصوره وهو كبير بالظبط، يعني يمكن الشكل ما اتغيرش قوي، الشعر ابيض، لكن هو الحقيقه كان لعيب. لما سالت جيجر عنه وسالت كابتن مصطفى يغشه عنه في سيرفيت، ان هم قيموه فنيا ازاي، كانوا بيشوفوه في الملعب ازاي، هو كان ضئيل في البنيان الجسماني لكن كان لعيب سريع جدا، كان لعيب مهاري، كان لعيب بيقدر عنده حلول، ممكن يعمل الحاجه اللي ما تتوقعهاش في الملعب. يعني اعتقد انه الموضوع نفسه بالنسبه لي كان مثير للاهتمام قوي، انه ازاي في لعيب مولود في مصر ومصري معاه جنسيه مصريه. يعني حتى هو على لو دخلت على المواقع اللي بتأرخ للكارير بتاع اللعيبه، مكتوب انه مولود في القاهره واسمه يوسف رمزي عبد الحليم رادي، مش حتى يعني يوسف رمزي يعني ممكن يكون قريب كابتن هاني رمزي، بس احنا ما نعرفش. لا بس يعني اعتقد ناس كتير ما تعرفش الاسم دوت، وناس كتير اول مره تعرف تاريخ اللاعب دوت، فده شيء يحسب لك اولا عمر، لان انت كمان بتجيب من المصدر. يعني خلينا نتكلم مع احد الناس اللي كان من نجم الكرة التونسية السابق، طبعا الكابتن مانجي بن إبراهيم. ده واحد طبعا يا جماعة من أساطير الكرة التونسية، صاحب رحلة طويلة جدا في الدوري السويسري، لعب مع سيون ولعب مع يانج بويز ولعب كمان مع يوسف راضي اللي بنحكي عليه. كابتن بنرحب بيك على شاشة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي والبيت الكبير يا كابتن، أهلا بيك كابتن مونجي. حبيبي أخبارك إيه؟ وحشني. الحمد لله كله بخير، كله تمام والله الحمد لله. شكرا، تحيه لجماهير الاهلي وتحيه للشعب المصري. اهلا بيك معانا، منورنا في البيت الكبير. وكنا بنتكلم على يوسف راضي. يوسف راضي طبعا انت لعبت معاه ولعبت ضده، يعني طبعا عمر بيتكلم على تاريخ هايل جدا، لعيب مميز جدا، تحب تفكرنا انت كمان بيه وتقول عليه ايه؟ انا معنيش المكالمه هاتفيه معي كويس، مش باهي. لا كنا بنتكلم بقول لك على يوسف راضي. يوسف راضي انت اكيد لعبت معاه ولعبت ضده هناك في الدوري السويسري، انت شايف شكله ايه في الملعب؟ مهاراته كانت عامله ازاي؟ ما نسمعش فيك كويس راو، ثم تدخلات في الهاتف. طيب انا هستأذنك، هنقفل ونحاول نكلمك مره تانية يكون الخط افضل يعني.
طبعا دول من الاساطير الكره التونسيه يعني لاعب مميز جدا. كابتن مونجي بن ابراهيم يعني لعب مع اسيون وكان مهاجم مميز جدا، ويعني الحقيقه له تاريخ في الكره السويسريه لانه قضى عمره تقريبا بيلعب في الدوري السويسري، يمكن هو ما لعبش غير المنتخب تونس فتره قليله، لكن يعني اعتبر ان هو فتح الباب للعيبه التوانسه في الكره السويسريه، لان هو بدا مشواره اصلا في سويسرا، يعني هو بدا احتراف الكوره في سويسرا، والحقيقه هو فضل كمان يرجع بعد كده تونس ويكمل حياته هناك، وعمل ملعب وبيشتغل في نشاط كره القدم. الحقيقه كمان هو من الناس اللي بتقدر النادي الاهلي قوي، كابتن مونجي بن ابراهيم واضح كمان بيحب النادي الاهلي جدا جدا يعني. والحقيقه هو لما اتكلمت معاه قبل كده كمان عن وجود علي معلول اتكلم بشكل هايل جدا، هو بيقدر النادي الاهلي قوي. يعني بنحاول يعني الاعداد بيحاول يجيبوا التليفون تاني لان كان مهم ان احنا نتكلم معاه، لكن خلينا نتكلم على جزء وعلى مثلا جزء يخص بالدوري الانجليزي. يعني الدوري الانجليزي انطلق بشكل انت شايف فيه مفاجآت في النتائج، او شايف ان بدايه الدوري بتنم ان خلاص هتبقى فيه مفاجآت. انا عن نفسي يعني معجب جدا بايفرتون. ايفرتون بيعمل مع انشيلوتي بيعمل مباراتين على شكل اختلف تماما عن السنه اللي فاتت تماما يا عمر، حتى مع انشيلوتي نفسه مع التعاقدات الجديده الوضع اختلف قوي. صحيح. يعني خليني اقول لحضرتك كابتن هاني انه البريمير ليج السنه دي اعتقد انه لا في مفاجات، في مفاجات، لانه كل الفرق تقريبا عامله تعاقدات قويه جدا. الموسم كمان مش سهل. اعتقد كمان انه لو بنتكلم على انشيلوتي واللي عمله مع ايفرتون، لو شفنا خورخي مينديز مع سانتو نونو سانتو في ولفرهامبتون عاملين فرقه شكلها ايه، المدرب نفسه خلاص اخد خبره كبيره جدا بالدوري الانجليزي، بيقدر يلعب الكبار وبيقدر يجمع النقاط بدري جدا. صحيح. في الموسم وده مهم. اعتقد كمان انه وجود بقى صلاح في ليفربول ومعاه فريق قوي جدا، صفقه الكانتارا من بايرن ميونخ لليفربول كانت مفاجاه كبيره برضو، بينزل يلعب من اول ماتش الحقيقه بيأدي عامل تقريبا 80 تمريره في المباراه دي في شوط واحد. اعتقد انه كمان لو شفنا كمان كريستال بالاس ظاهره بصراحه، كنت انا يعني السؤال ده كنت اجي لك ان روي هوتسون من طبعا احد المدربين اللي دربوني انا علاقه لغايه دلوقتي، وعلى فكره لسه بعت له التهنئه على المشوار، فقال لي طبعا بشكرك يا هاني لكن احنا كمان عارفين ان المشوار لسه طويل والصعب جاي، لكن كبدايه جيده جدا جدا. يعني هو الحقيقه برضو روي هودسون من قصص الكفاح العظيمه في تاريخ الكوره. ما كانش لعيب توب ليفل، كان بيلعب في الناشئين في كريستال بالاس، ما صعدش فريق اول، النهارده بعد 44 سنه تدريب بيدرب الفريق اللي بدا فيه. صحيح. وهو من فطاحل التدريب على مستوى العالم. هي الفكره كلها انه خبره روي هودسون في تكوين فريق كريستال بالاس والحفاظ على قوامه الاساسي، اعتماده على ويلفريد زاها، وويلفريد زاها من اللعيبه اللي مش سهل يتسيطر عليها، انه يكون طبعًا موجود ومسيطر عليه وبيخليه يؤدي الاداء ده، يقدر انه بسهوله يكسب ساوثامبتون في اول مباراه، يكسب مانشستر يونايتد بسهوله جدا في المباراه الثانيه، قدر انه يسيطر على رتم المباراه دي. اعتقد انه مش مفاجاه بالنسبه لي ان روي هودسون يعمل ده مع كريستال بالاس، لكن هي المفاجاه انه مانشستر يقع ساوثامبتون يقع في اول ماتشين قدام كريستال بالاس. صحيح. طيب بمناسبه طبعا الدوري الانجليزي، وكنا قبل كده بنتكلم على الدوري السويسري، معانا نجم على مستوى الدوري السويسري، وكان قائد منتخب سويسرا، وكان عنده طبعا خبره كبيره في توتنهام، ويعني خلال الدوري الانجليزي عاش فيه فترات طويله جدا. معانا طبعا على سكايب رامون فيجا. طبعا بنرحب بيك رامون، اهلا بيك هنا في مصر وفي بيت النادي الاهلي في البيت الكبير. عليكم السلام هاني رامسي، how are you my friend؟ كيف حالك صديقي؟ اهلا بيك. اهلا، طبعا انا سعيد على المستوى الشخصي انك تكون موجود معايا على شاشه قناه النادي الاهلي، كمان عمر من اصدقائك ومن اصدقائي بيرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي يا رامي. answer to the group. الصوت مش واصل. طيب الخط قطع، هنتواصل معاه مرة تانية. لكن زي ما بنقول
برضو رامون من الخبرات الكبيره، كان كابتن منتخب سويسرا ولعب في توتنهام، من اللعيبه المميزه جدا جدا. يعني يمكن رامون فيجا من اوائل اللعيبه السويسريين اللي يقتحموا البريمير ليج ويكون بيأدي ويوصل انه ينال ثقه كل المدربين اللي دربوه. لعب لتوتنهام فتره طويله، خد معاهم بطوله الليج كاب، وكان معاه جيل، كان معاه كلينسمان في الفرقه، كانت فرقه تقيله، كان معاه سول كامبل، كانوا فرقه، كان معاه يان والكر في حراسه المرمى برده، كان حارس مرمى منتخب انجلترا. فيعني اعتقد راجع الصوت تاني رامون. رامون بنرحب بيك مره تانيه. يس اي كان هير يو. نعم اسمعك جيدا، تفضل رامون. كلمنا بصفتك طبعا قائد المنتخب السويسري ولاعب من اللعيبه المهمه اللي لعبوا لتوتنهام، رايك ايه في توتنهام السنه دي مع بدايه الدوري الانجليزي، ورؤيه شامله عن بدايه الدوري الانجليزي البريمير ليج السنه دي؟ في البدايه أود أن أؤكد أن الظروف غير معتادة بسبب ظروف الكورونا، فقد عطلت الكثير من الأنشطة ولم يكن لدينا استعدادات كافية من حيث الاستعدادات الفنية، فلم يبدأ جيدا، لم تكن هناك مباريات جيدة، ولكن مباراة ساوثهامبتون كانت توتنهام مختلف تماما، خاصة بعد الإعلان عن عودة جاريث بيل، وهم لاعبين مميزين، وهم مميزين من وجهة نظري على الأقل، فسيكون لديهم فرصة جيدة. عودة جاريث بيل طبعا من مدريد لتوتنهام وعلاقته مع مورينيو، حضرتك شايف برضو من نظرتك الفنية مورينيو رايح مع توتنهام فين، وهل عودة جاريث بيل إلى توتنهام تعتبر إضافة قوية، أو ممكن يحصل بعض المشاكل داخل الغرف يعني الدريسنج روم، وتكون عودة جاريث بيل تكون يعني غير صالحة حتى على مستوى الشخص بالنسبة لمورينيو؟ أعتقد على العكس تماما، جاريث بيل هو شخص مميز جدا بالنسبة لمورينيو، فهو يلعب بأسلوب دفاعي ومنظم، ويفضل أن يكون فريقه مميز ويلعب بطريقة دفاعية وبقوة، وأعتقد أن جاريث بيل سيكون إضافة قيمة جدا للفريق، وسيكون ذلك إضافة وسيؤثر بصورة إيجابية في الفريق، وأعتقد أن العلاقة ستكون جيدة جدا بالنسبة لمورينيو، وسيكون هناك نظام جديد لمورينيو، لأن عليه أن يغير الآن، عليه أن يغير طريقة اللعب التي كان يلعب بها في تشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، فلم يكن نظامه أو أسلوبه جيد، وكان هناك إمكانيات أخرى كان يمكن أن يستغلها. ده على مستوى توتنهام. أكيد متابع نجمنا الكبير محمد صلاح في ليفربول، أكيد على المستوى الفني، وكمان متابع ليفربول كفريق، يعني أعتقد حقق نجاحات كبيرة جدا جدا السنة اللي فاتت. شايف منافسات ليفربول السنة دي، هل أيضا سيستمر في هذه النجاحات، أم هيكون في بعض الفرق المنافسة ليه ومنافسة بشدة؟ ليفربول الآن هم الذين سيتم اصطيادهم الجميع يريد أن يكسب ليفربول، وأعتقد أن ليفربول أعطى إشارة قوية جدا في المباراة الأولى، وإحراز هذه الأهداف في بداية المباراة من محمد صلاح، فهو من أفضل الهدافين في العالم في هذه المرحلة، ولاعب مثل محمد صلاح هو حلم بالنسبة لأي فريق، وأعتقد أن ليفربول الآن مؤهل لكسب المباريات، وأعتقد أن هذا العام قد يكون هناك منافسين، قد أعتقد أن هناك سيكون بعض المنافسين لليفربول، ولكن الآن ليفربول فريق قوي الآن.
ده على مستوى ليفربول والبطل، على مستوى القادمون من الشامبيونشيب عندنا ليدز بيحقق في اعتقادي عمل شكل جيد جدا مع بداية البريمير ليج مع مدرب داهية المدرب الأرجنتيني. شايف انطلاقة ليدز في أول أسبوعين في البريمير ليج شكلها إزاي؟ أعتقد أن ليدز يونايتد هو أحرز أهداف كبيرة جدا وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني، ومن حيث التكنيك والتكتيك فهو ماهر إلى أقصى درجة، والطريقة التي كون بها فريق ليدز يونايتد فهناك منافسة شديدة جدا في هذا الدوري، فالجميع يريد أن يذهب إلى هذا الدوري وهو هام جدا بالنسبة لهم، والمنافسة شرسة جدا وهامة جدا، وتظهر المهارات وهو صعب للغاية، وأن يكون هذا الفريق فهو تحقيق أهداف كبيرة جدا. وليدز يونايتد بالفعل جعل ليفربول يعمل ويتصبب عرقا في هذا اليوم. ليدز يونايتد ضد ليفربول جعل المهمة صعبة بالنسبة لليفربول، فأعتقد أن ليدز يونايتد قد تكون مفاجأة هذا العام، لا أحد يدري. على سبيل البطولات، وطبعا بايلر صديقك وصديق الملاعب في المنتخب السويسري، وكمان سيزا زملائك في المنتخب السويسري بيحققوا بطولة الدوري العام مع النادي الأهلي، وفي انتظار إن شاء الله بطولة الشامبيونشيب الأفريقية على المستوى الأفريقي إن شاء الله. تقول لأصدقائك بايلر وسيزا إيه من خلال هنا البيت الكبير في النادي الأهلي؟ مبروك للنادي الأهلي، فهذا إنجاز هائل وعظيم، فهم حققوا أهداف كبيرة جدا مع نادي كبير جدا في أفريقيا وليس فقط في مصر ولكن في كل بقاع العالم، فأعتقد أن النادي الأهلي هو قطب من أقطاب أفريقيا، فهو يمثل المهارة ولديه جميع المكونات والعناصر التي تؤهله للفوز، فهو إنجاز كبير جدا لهما. والبطولة الأفريقية هامة جدا أيضا لأنهم يلعبون على التأهل ليكونوا الفريق الأفضل، وأعتقد أن الأهلي لديه كل العناصر المؤهلة ليحققوا هذا الإنجاز، وسيسعده جماهير الأهلي في ظل ظروف فيروس كورونا، فأعتقد أنه ليس من السهل، ولكن أعتقد أنه تجاوز كافة هذه الصعوبات في ظل هذه الظروف الصعبة، ومع ذلك استطاعوا أن يحرزوا هذه الأهداف ويكسبوا هذه المباهرات. وأود أن أشكرهم شكرا جزيلا وأقول لهم أحسنتم. احنا اللي بنقول لك شكرا جزيلا رامون، طبعا قائد المنتخب السويسري وتوتنهام، شكرا جزيلا على وجودك معانا هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي، وان شاء الله نتواصل كمان معاك عشان تقول لهم مبروك على الشامبيونز ليج الافريقي ان شاء الله في الفتره اللي جايه. رامون شكرا جزيلا لوجودك معانا، شخصيه محترمه وواضح جدا انه كمان بيحب النادي الاهلي، واضح ان يعني بيتكلم عن النادي الاهلي بكل فخر كمان، الراجل يعني الراجل بعيد لكن هو بيتكلم عن النادي الاهلي، ان النادي الاهلي فعلا وصل للعالميه، وان النادي الاهلي في كل مقومات النجاح والحصول على بطوله. يعني رامون من اولا انه كان لعيب كبير جدا طبعا بدايته حتى في جراس هوبرز في الدوري السويسري، كابتن منتخب سويسرا لفتره طويله، لعب يورو، لعب كاس عالم، يعني هو برضو من النجوم اللي لعبت بريمير ليج، لعب في ايطاليا في كالياري، لعب في سيلتيك الاسكتلندي، متعود على البطولات، عارف قيمه النادي الاهلي. أيوة. طبيعي كمان بيتابع النادي الاهلي، بنتكلم انا وهو كتير فيما يخص الاهلي وفايلر عامل ايه وسيزا، هو كمان لعب مع سيزا كمان فتره اطول جوه المنتخب ولهم بيحكي لك بيقول لك ايه عليهم. هو كان يعني هو بيعتبر انه فايلر شخصيه استثنائيه، انه قدر بعد كاريره كلاعب انه يوصل انه يدرب اندرلاخت، ياخد بطوله دوري، يوصل النادي الاهلي، هو عارف قيمه النادي الاهلي
كويس جدا، فهو شايف ان هم بيخوضوا تجربه مختلفه على الكره السويسريه، وهم بيعملوا اسم المدرب السويسري في قاره افريقيا مع النادي الاهلي في الفتره اللي هم موجودين فيها دلوقتي. وفي نفس الوقت كمان يعني هو عنده رؤيه اقتصاديه شويه، هو من الناس اللي شبه مسيطره على جانب كبير من البريمير ليج مع الانديه والاستثمارات، كان اعتقد ان هو كمان يعني كان على وشك امتلاك نادي بورتسموث الفتره اللي فاتت، بس ما اعرفش المفاوضات بتاعتهم وصلت لفين يعني. فهو له رؤيه دايما، بيتابع، بيحب يعرف الدنيا ماشيه ازاي. وانا اعتقد كمان ان هو يعني كلامه عن سيزا وعن فايلر وان هم يجيبوا بطوله افريقيا، ده معناه ان هو متابع كويس جدا. أكيد. ان هو بيقول انه خدوا الدوري بس افريقيا كمان اهم، وبيلعبوا دلوقتي على البطوله، فاعتقد ان هي رساله حتى العالم كله بيبص للنادي الاهلي، وده اهم شيء. ده مهم جدا ان كمان صوره النادي الاهلي هي موجوده في العالم كله، لكن كمان الحصول على البطوله الافريقيه. وزي ما بنتكلم ان اللعيبه بتفتح باب لبعض، يعني لبعض اللاعبين لانديه او لبلاد مختلفه، اعتقد كمان هو نفسه بيقول لك هو كمان ممكن جدا يفتح سوق للمدرب السويسري في مش في مصر. انت بتتكلم لو طبعا فايلر محقق نجاحات وان شاء الله يستمر في هذه النجاحات، وبيفتح باب لوجوده في القاره الافريقيه وحتى على القاره الاسيويه في الخليج والدول العربيه، فده كمان مهم جدا يعني. ده بالتاكيد طبعا. وفي نفس الوقت يعني قيمه النادي الاهلي انه حتى لما جاب مدرب جابه واخد الدوري هنا، يعني لو جينا قارنا حتى في السن جروس وكريستيان جروس وريني فايلر، لكن جروس سنا كبير جدا كان عنده خبرات كبيره جدا، انما فايلر مدرب شاب لكن قدر انه بسهوله عشان موجود في النادي الاهلي مع فريق النادي الاهلي نكسب بطوله الدوري، يكسب سوبر، بينافس على بطوله دوري ابطال افريقيا كمان. اعتقد انه كمان فايلر المستقبل قدامه اللي يعمل اكتر من كده. الاجواء مختلفه، الاجواء اللي بتستقبل بيها المدرب والمدير الفني خاصه الاجنبي بتكون مختلفه تماما، وهو كمان بيحس بنوع من انواع الاستقرار، عنده استقرار فني بشكل كبير جدا، ما فيش تدخلات بشكل كبير في شغله. ده كمان مهم جدا. هو جروس نصح فايلر اصلا لما فايلر اتكلم معاه، نصحه قبل ما ياخد التجربه، قال له طبعا تخوض تجربه النادي الاهلي. وهي دي قيمه الصوره بتاعه النادي الاهلي عند كل المدربين، مش بس اللي بيشتغلوا فيه، حتى المدرب اللي ممكن يشتغل في انديه منافسه، هو بيجي شايف النادي الاهلي رقم واحد في المنظومه الكرويه هنا في مصر، في الاستقرار الاداري، في انه بيدي فرصه للمدرب انه يشتغل، انه بيوفر له كل شيء، هو ده الاهم. اعتقد انه المستقبل لفايلر مع النادي الاهلي هيكون كويس باذن الله. ان شاء الله باذن الله نتمنى له كل التوفيق. خلينا نفتح بقى كمان معاك ونكمل في البريمير ليج شويه. يعني احنا اتكلمنا على ايفرتون، واتكلمنا على توتنهام، كريستال بالاس، وروي هوتسون بيعمله. انت شايف استون فيلا طبعا موجود، طبعا اللعيبه بتاعتنا موجوده، وفي قريت خبر من اسبوع ان ممكن جدا تيرزيجيه ما يكونش موجود الفتره اللي جايه. يعني عايزين نتكلم على ده وعلى كمان حجازي مع وست بروميتش مباراتين بيخسرهم متزايل الدوري. يعني انا اعتقد انه نبدا بحجازي من الاخر. هو حجازي طبعا انا كنت اتكلمت معاه من 3 ايام، هو عنده اصابه خفيفه تاخد اسبوع تقريبا في ركبته، خبطه كده خفيفه في ركبته تاخد اسبوع، بعد كده هيرجع وهيكون جاهز انه يكون يشارك مع الفريق. اعتقد انه ويست بروميتش محتاج احمد حجازي في الفتره دي، لان خط دفاعه حقيقه ظهر بشكل سيء في المباراتين اللي فاتوا. واعتقد كمان انه سلافن بيليتش ما عندوش حل تاني غير انه يبتدي يغير بدري، لانه اللي بيفقد نقط بدري ده تحصل له مشكله. يعني انا افتكر لما كان لسه ذا ويست بروميتش لسه صاعد، لما كان هال سيتي لسه صاعد، اول حاجه قالها لنا ستيف بروس، قال انا بشتغل على 30 نقطه، على 30 نقطه، 30 نقطه لازم احصلهم قبل نص الدور الثاني. وعارف هو ياخدهم من فرق ايه، بيبقى مذاكر، عارف ان النقط دي هياخدها يعني من فرق كذا وكذا وكذا، قدامه عدد نقط معينه وعارف هياخدهم ازاي وامتى يعني. وامتى، لانه قال بعد ال 30 نقطه هلعب باريحيه اقعد في الدوري، هو ده هدفي. فلازم ويست بروميتش يتعامل كده، سلافن بيليتش لازم يعني يغير سياسته شويه، انك تفقد نقط بدري ويبتدي فريقك يفقد الثقه بدري، ده غلط، مشكله، لان انت لازم تبقى عامل تارجت بالنسبه لك طبعا، وبتحاول ان انت تجمعه، لانه كل فريق اهدافه مختلفه. صحيح. انت هدفك انك تقعد في البريمير ليج، لان انت نزلت ولسه طالع، فلازم تقعد، عشان تقعد لازم تجمع نقط وتجمعهم بدري، لان كمان الصراع بعد كده بيبقى صعب قوي. طبيعي. نخش على استون فيلا والمحمدي وتريزيجيه. استون فيلا تجربه بتفكرني بهال سيتي طبعا، المستثمر مصري انه نصيف ساويرس هو الاونر،
وفي نفس الوقت وجود اثنين لعيبه مصريين هو احمد المحمدي وصاحب خبره كبيره في البريمير ليج وفي الكره الانجليزيه عموما في الوقت الحالي، بنتكلم في لعيب اكتر من 10 سنين 11 سنه دلوقتي في البريمير ليج ما بين الشامبيونشيب وبريمير ليج، وصعد 3 مرات ودي مش حاجه سهله انك تصعد بفرقه من تحت 3 مرات، مرتين مع هال حجازي مره واحده صعد لعب بريمير ليج وراح بريمير ليج وبعد كده نزل وصعد بالظبط، انما محمدي راح بريمير ليج صعد مرتين بهال وصعد مره باستون فيلا وقعد فتره طويله في هال سيتي لدرجه انه كان كابتن الفريق بالمناسبه يعني هو من اللعيبه التاريخيين لنادي هال سيتي وهيذكر اسمه في تاريخ هال سيتي حتى لو بعد 100 سنه بصراحه انه كان كابتن الفريق في اول مشاركه والمشاركه الوحيده الاوروبيه في تاريخ النادي. اعتقد انه محمدي لا عمل مشوار كبير في انجلترا خد خبره. تريزيجيه هو ابن النادي الاهلي ادى في البري سيزون بشكل هايل يعني مع استون فيلا طول الفتره بتاعه الاعداد كان متالق شارك كمان سبب يعني مش هقول سبب الوحيد لكن كان سبب قوي جدا في البقاء يعني حقيقة. اخر اسبوع تقريبا اخر 3-4 اسابيع هو اللي بيسجل الاهداف صحيح. هو اللي بيحسم المباريات عنده ثبات وعنده شخصيه وده مهم. يمكن مشوار تريزيجيه اصلا مع الاحتراف هو المشوار النموذجي اللي تقدر تتكلم عليه. كان قدري جدا لانه الايجنت بتاعه في الاول ما كانش ما اعتقدش انه كان مساعده لكن انه بيبتدي شوية من اندرلاخت اللي يروح في موسكرون بعد كده يروح تركيا بيتالق هناك انه بعد كده يروح بريمير ليج هنا هو خد الخبرات اللي كانت ناقصه ما يروحش بريمير ليج دايركت يبتدي يقع ينزل لتحت ينزل لفرقه اقل او يرجع مصر وبعد كده ما يبقاش عارف هو هيعمل ايه. لا بس هو فتره من الفترات كان لازم يروح دوري اقوى شويه يعني تريزيجيه كان ممكن ما اقولكش يطلع على طول على البريمير ليج الخطوه كانت هتبقى صعبه عليه شويه لكن كان في وقت من الاوقات يروح الدوري الايطالي كان قريب من الانتر على فكره هو حكى لي قال لي كان قريب جدا من الانتر لكن طبعا في بعض مشاكل الايجنت والتعاقد معاه عطله شويه. فانا شايف تجربته مع يعني استون فيلا كمان هتفتح باب لانديه تانية كمان كبيره على المستوى الاعلى او الليفل الاعلى انها ممكن تتعاقد معاه بشكل كبير. انا اتمنى ان هو دايما يركز في فكره انه الخطوه اللي بعد كده تكون خطوه اقوى من اللي قبلها هو ده الاهم. في نفس الوقت هو عمل سمعه جيده جدا مع استون فيلا الجماهير بتحبه جدا وبتقدره على المستوى الفني هو قدم اداء هايل في السيزون في اخر حتى 4-5 اسابيع. ممكن دينيس سميث شويه المدرب بتاعه مش العبقري شويه وبرده مش المدرب المجنون هو مدرب كلاسيكي بحت يعني دينيس سميث هو بيشتغل كده فممكن ده اثر عليه شويه لكن هو السنه دي بادئ من اول مباراه موجود بيكسبوا وبياخدوا 3 نقط ده مهم جدا من البدايه مباراه واحده لان طبعا كان مانشستر عنده الراحه بتاعته فما لعبش كان اول ماتش مع مانشستر يونايتد فما تلعب لكن اعتقد انه تريزيجيه وانه يكسبوا 3 نقط في اول مباراه اعتقد ده شيء كويس. في نفس الوقت برضو لما بسال اعرف الانطباعات عن تريزيجيه ايه وعن المحمدي ايه في استون فيلا كنت بتكلم مع جاري تومسون وده من اساطير نادي استون فيلا وكان فيرود ولعب لوست بروميتش برضو بالمناسبه انطباعاته حلوه جدا عن اللعيبه سواء حجازي او محمدي او تريزيجيه بيتكلم عنهم كويس جدا وهم كمان شايفين ان هم لعيبه عندهم كواليتي عالي وكواليتي يناسب الكره الانجليزيه. اتمنى الخطوات في المستقبل كمان تكون افضل والموسم ده يعملوا موسم كبير ان شاء الله باذن الله. نني ناقص نني والارسنال برضو بيعمل علامه كامله ماتشين ب6 نقاط بدايه قويه جدا قبل البدايه كمان الكاس الخيريه او السوبر بيكسبوا وبدايه جيده للنني بعد بكل امان الناس بدات تقول لا النني هيرجع تاني مش هيلعب او النني هيروح خلاص هيبدا يخرج من البريمير ليج. عوده النني للبريمير ليج وعوده كمان الارسنال بفوزين على التوالي في بدايه البريمير ليج اعتقد انه ارسنال دلوقتي عنده فريق لحد ما جيد برده مش هينافس على البريمير ليج لكن يعني هو الفريق مش متكامل يا كابتن هاني. خط الظهر بتاع ارسنال لا في مشاكل واعتقد انه محتاج يغير لعيبه لكن انني فرصته انه رجع وانه شارك في مباراه الدرع الخيريه في بدايه الموسم وانه ما شاركش في المباراه الثانيه ما شاركش المباراه اللي فاتت لكن ما كانش اساسي المباراه اللي فاتت طبعا لكن كان موجود في مباراه الدرع الخيريه وشارك بعد كده في اول مباراه يمكن اول هدف في الموسم هو كان بادئ من عنده فاعتقد انه اخذ ثقه وفي نفس الوقت قدامه الفرصه حتى اذا ما كملش في ارسنال ان الخطوه اللي جايه ما تكونش اقل من كده تبقى جوه البريمير ليج جوه البريمير ليج لانه خروجه من البريمير ليج هيبقى صعب لانه اعتقد اللعيب صعب. حضرتك مثلا لعيب توب ليفل في المانيا
من كايزر سلاوترن نقله سار بروكن كان لها غرض انا فاهم، لكن في النهايه يعني كنت حابب تلعب امم افريقيا، حابب تكمل سنه بالزبط. في الملعب، لكن في النهايه ما بتحسش بنفسك بره الفريق الكبير، انت تعودت ان الفريق بتاعك فريق قوي بينافس تلعب تشامبيونز ليج بالظبط. بالمناسبه دي بمناسبه اللعيبه المصريين اللي بنتكلم عنهم في بريمير ليج كمان، واحنا عندنا كام لعيب لعب تشامبيونز ليج كابتن هاني في تاريخ مصر؟ انت اول لعيب، دي حقيقه اول لعيب، اول لعيب، اول لعيب، اول لعيب مصري يلعب تشامبيونز ليج، دي حقيقه. وبعديك كابتن سمير كامونه في المباراه اللي بعدها مع كايزر سلاوترن في 98. لكن لك ان تتخيل ان احنا في مصر لحد النهارده ما فينا صلاح ونني وتريزيجيه ومحمدي وكل اللعيبه المحترفين دول، عندنا بس 10 لعيبه لعبوا تشامبيونز ليج، 10 لعيبه بس، 10 لعيبه. عندنا الانتر توتو كاب نفسها قبل حتى ما تندمج مع اليويفا كاب 8 لعيبه بس، اليويفا كاب اللي هي بقت يوروبا ليج في الوقت الحالي 30 لعيب بس. رقم ده قليل جدا على تاريخ الكره المصريه، قليل جدا على منتخب مصر، وقليل جدا على الاجيال اللي حققت بطولات كتير. لو حتى بصينا قلنا مين الثلاث لعيبه اللي لعبوا او مين جمع بين الثلاث بطولات انتر توتو كاب ويويفا كاب وتشامبيونز ليج، هم ثلاث لعيبه بس في تاريخ مصر، حضرتك احمد حسن، كابتن احمد حسن ده اللي بيجمع تشامبيونز ليج، محمد الثلاث بطولات انتر توتو كاب ويويفا كاب وتشامبيونز ليج، احمد حسن، محمد زيدان بعد هاني رمزي. فبالتالي الرقم ده يخلينا نقف شويه صح ونشجع فكره انه احنا ازاي ما عندناش لعيبه بتلعب في فرق، حتى اصل اللعيب اللي بيبتدي بيظهر يويفا كاب زي مثلا مسيره حضرتك، تلعب يويفا كاب بعد كده بتروح لفريق بيلعب تشامبيونز ليج. ما هو اليويفا كاب ده يعني هتلعب مع نادي حتى على المستوى اللي مش خارج الخمسه الكبار في الدوريات الخمسه الكبار. كنت في سويسرا ممكن جدا تلعب في سويسرا، بلجيكا ممكن تلعب مع اليويفا كاب، تبدا تروح نادي اكبر بتلعب تشامبيونز ليج. فالعمليه العدد، عدد المصريين المحترفين، انت طبعا عامل كتاب هايل، وان شاء الله هنا من خلال البيت الكبير هنتطرق لكل المحترفين المصريين وتاريخهم والكواليس اللي كانت بتحصل. لكن ما زلت اقول ان عدد المصريين اللي بيخرجوا او عدد اللعيبه المصريه عدد قليل جدا جدا على مستوى عدد السكان وقيمه مصر في الكوره يعني. بالظبط، يعني احنا بنتكلم عن منتخب خد 3 امم افريقيا ورا بعض، لكن برضه ما عندوش لعيب لعب تشامبيونز ليج في الوقت ده، انت متخيل يا كابتن القصه طبعا. غريبه شويه. وبالتالي احنا لازم نقف عند الارقام دي تتحلل. انا ما اعتقدش ان حد طرح ده زي البيت الكبير النهارده، انه انت عندك كام لعيب لعب البطولات الكبيره. يعني انت ممكن عندك لعيبه بتحترف احتراف ممكن يكون وهمي شويه، انه ممكن يروح فريق ما بينافسش على بطوله، ومش بس بينافس على بطوله ده حتى ما بينافسش انه يتاهل لمقعد اوروبي. هنا اللعيب مش هيكتسب خبرات عظيمه، يعني لو هو بيلعب في فريق مجرد انه يقعد في دوري الموضوع مش هيبقى سهل يعني. واعتقد انه اللعيب هدفه انه يظهر في البطولات الكبيره. انا بستغرب انه ممكن لعيب يجي له فريق بيلعب تشامبيونز ليج او بيلعب يوروبا ليج وما يروحش، يعني تبقى غريبه شويه، اجواء مختلفه خالص، خاصه تشامبيونز ليج. انا اول مباراه في تشامبيونز ليج لعبتها كان اجواء يعني تحس فكرتني تاني باجواء كاس العالم لما كان عندي 20 سنه ونزلت اول مباراه بتاعه هولندا. اجواء مختلفه وبتتعامل مع التوب ليفل بالنسبه لكل المستوى الاوروبي بالتشامبيونز ليج، فمستوى دايما مستوى بيحسسك ان لا انت بتلعب في نادي له قيمه وانت كمان كلاعب ليك قيمه يعني. لا، والبرازيل بتصدر 1000 لعيب محترف يا كابتن لاوروبا، وانا عندي 100 مليون واكتر وما بصدرش، يعني على المدار التاريخ كله بنصدر عندي 30 لعيب بس اللي يلعبوا يويفا كاب، 10 لعيبه بس يلعبوا تشامبيونز ليج. هنا يجي دور مثلا مشروع زي الالف محترف اللي الدوله بتحاول تعمله مثلا في وزاره الشباب والرياضه، وانه اكيد تشرك اتحاد الكوره في كمظله كره القدم هنا في مصر، الأندية نفسها أنها تشجع الاحتراف مش في عناصرها الأساسية برضو. يعني النادي له طموح، يعني مثلا نادي زي نادي الأهلي بينافس على كل البطولات اللي بيلعب فيها، مش دايما هيطلع كل اللعيبة اللي عندها فرص إلا لو فرص مناسبة. نادي الأهلي عمره ما واقف قدام لعيب، حضرتك لما احترفت ما اعتقدش نادي الأهلي واقف قدام حضرتك، ولا التوأم حسن ولا رمضان صبحي ولا تريزيجيه ولا غيره ولا غيره. في النهاية اللي عنده فرصة مناسبة بياخد فرصته، لكن في النهاية أنت هنا ماشي الموضوع في بلان ولا لا، هي دي النقطة. البلان أكيد مش موجود، وإحنا دايماً بنتكلم إنك كمان قبل البلان إنك توسع قاعدة الممارسة، الممارسة نفسها. يعني أنت بتوسع، يعني أنا في 2007 كان الرقم تقريباً اللي بيمارس كرة القدم المقيد في الاتحاد الألماني كان وصل أعتقد 6 مليون و750 ألف 2007. 6 مليون أنت بتتكلم ساعتها في مصر كان حاجة 28 ألف. كمان في ألمانيا بيعملوا الأوبر ليجا وبيعملوا البافاريا ليجا وبيعملوا بايرن ليجا.
يعني عندك يعني البوندس ليجا ايام ما كنت بلعب كان البوندس ليجا والسبايتا ليجا لا دلوقتي كمان الدرجه الثالثه بقت دوري محترفين بالظبط بدات تخش في موضوع الاحتراف والدرجه الرابعه بدات يبقى لها شكل معين يعني توسيع قاعده اللعبه ديت احنا ما بنتكلمش بس عايزين نطلع لعيبه محترفه ماشي لكنك توسع قاعده الممارسه انك في ناس كتير قوي بتمارس كره القدم وبالتالي المميزين هيبانوا بشكل افضل يعني هو ده الاهم واعتقد انه المفروض انه ده الدوله بتسعى ليه الفتره اللي احنا فيها لانه كمان الاهتمام بكره القدم وتحولها لصناعه هو ده الاهم يعني انا برضو شايف انه عدد اللعيبه المحترفين في الوقت الحالي لا يتناسب مع عدد اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري يمكن في الدوري المصري برضو الكواليتي في معظم الفرق ما فيش لعيب اللي يلفت نظرك قوي انك تقول ان ده لعيب سوبر من اللعيبه اللي طالعه لسه صغيرين ان هو يكون موجود في دوري اوروبي كبير لكن حتى فكره الكارير بلان مش يعني موجود الخطوه الاولى مثلا الخطوه الاولى فين والثانيه فين وهو هدفه ايه يعني على فكره في لعيبه بتطلع اللعيبه دي ما بتبقاش حاسبه هي رايحه فين ممكن يكون مش معاه ايجنت في الاول ممكن يكون معاه ايجنت بس الايجنت ده نظرته قاصره عاوز ياخد خطوه انه بياخد الكوميشن بتاعته وشكرا لكن حته الكارير بلان اللعيب يطلع مثلا يبتدي في دوري يعني مستواه مش دوري سوبر قوي مش من التوب 5 علشان يبتدي يكتسب خبرات اوروبا وبعد ما يكتسب خبرات اوروبا ينتقل بعد كده لو بتبص على اللعيبه الناشئين اللي بره حضرتك قبل كده في البرنامج عرضت الكيس بتاع بلال مظهر في باناثينايكوس اليوناني انا تابعته جايب جول الاسبوع اللي فات في ابولون سميرني في الدوري اليوناني وعامل اسيست ده هايل في لعيب تاني اسمه حسن شلبي ما نعرفش عنه حاجه لسه برده شاب صغير راح نادي شارلوروا في بلجيكا ويعني محمد دحمان اللي هو مهاجم جزائري اللي كان هداف في الدوري البلجيكي قبل كده هو المدير الرياضي هناك شفته اتكلم عنه كويس جدا ده احنا حتى ما نعرفش ولد صغير برضه لسه اعتقد عنده 17 سنه ما ممكن نتكلم يعني حتى الناس تتابعه كابتن ربيع ياسين يتابعه بالظبط يعني اتمنى ان دي رساله تبقى رساله للمنتخبات الوطنيه ان يعني هي حتى تبص على اللعيبه اللي من اصول مصريه بره يعني ده لعيب زي ده انا اللي عرفته ان هو والدته مغربيه والده مصري ودلوقتي بيلعب في الدوري البلجيكي زي ستيفان شعراوي زي ستيفان شعراوي نفس الكيس اللعيبه دي برده موجوده بره بس احنا هنا ما نعرفش عنها حاجه يمكن يوسف راضي اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقه النهارده علشان ما كانش فيه سوشيال ميديا وقتها ما عرفناش كنا عايزين نسال ما لعبش منتخب مصر ازاي انا لما كنت بدور برده في الموضوع ده انه اللعيبه اللي كانت هنا بنيانها الجسماني اقوى بكتير وبالتالي فكره انه اللعيب الصغير وفي المركز ده لما تبص برده في الفتره دي كان كابتن خطيب بيلعب في منتخب مصر وكان فيه طاهر ابو زيد وكان فيه مع حفظ الالقاب اسماء برده كبيرة وتقيلة جدا فترة التمانينات دي اعتقد انه حتى لو كان يعني خد فرصة ممكن ما يكونش هيكون اساسي على حد من دول لكن في النهاية الكيس نفسها ان انت بيبقى فيه لعيب ما تعرفش عنه حاجة لا المفروض احنا نتابع اتحاد الكورة كمان يبقى عنده داتا بيس باللعيبة اللي من اصول مصرية وموجودة في فرق بره على فكرة عددهم كبير مش قليل ايه يا عمر داتا بيس ايه بس يا عمر اللي هيكون في اتحاد الكورة داتا بيز ده احنا كنا يعني مع احترامي للجميع انت جيت بشتغل في اتحاد الكره بطلع اي معلومه عن اي حاجه ما فيش ارشيف موجود وانا يمكن حكيت لك الموقف ده ان انا يمكن جبت حد متخصص انه بيعمل الانالايز لفرق المنتخبات كلها على مستوى منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول لكن ما لقيتش استعداد والناس استقبلوها بشكل سيء جدا فعايز اقول لك ان احنا لما بنتكلم على التطوير ولما بنتكلم ان احنا عايزين نكون احسن لقدام للاسف بيبقى في ناس قافله الدايره ديت يعني انا ما بفهمش ليه لكن الناس بتقول لك اللي هم عشان ده اكل عيشهم مش عايزين نخش في القصه دي لكن دايما بنتكلم وبتكلم معاك انت دايما يا عمر ان احنا انت شفت الراجل المتفتح ازاي الناس بتشتغل بره عايزين نحط حلول وعايزين نتكلم في المشاكل ديت عشان نحل يعني عايزين نتكلم في المشكله ديت عايزين نتكلم ليه ما اتحاد الكوره ما فيهوش مركز صغير فيه توثيق لتاريخ منتخب مصر ليه اتحاد الكوره ما فيهوش مركز انلايز لاي مدرب على مستوى المنتخبات يجي يشتغل يبقى الراجل بيطلع له الداتا لكل فرقه بيشتغل عليها ده لازم يكون موجود ليه ما عندناش توثيق ليه الكوس بتضيع ليه الميداليات بتضيع كل دوت علامات استفهام وكل ما نقول احنا هنبدا للاسف بيحصل حاجه ترجعنا لورا يعني انا اتمنى ان الفتره اللي جايه وجود اللجنه الخماسيه تخلص مهمتها لما تكمل مهمتها المجلس اللي جاي ايا كان الاسماء اللي هتكون فيه ايه انه يكون في خطوه تنظيميه شويه جوه الاتحاد على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري على المستويين لانه كمان منتخب مصر دلوقتي موجود كابتن حسام البدري موجود جهاز فني محترم بنتمنى لهم التوفيق لكن برضو هم يعني بيشتغلوا في ظروف صعبه قوي جدا اعتقد انه لخبطه الاجنده الدوليه
يعني وضع برضو اللاعبين المحترفين، المعسكر اللي جاي هيبقى امتى، هيبقى شكله ايه، الحاجات دي كلها مش واضحه يا كابتن هاني. يعني ده برضو على الجزء يعني على السكيل صغير كده، اعتقد ان الموضوع برضو مش سهل. اتمنى ان الفتره الجايه في المستقبل يبقى في حاجه احسن من كده، بس هو اللي قبل ده انه الفتره الجايه كره القدم في مصر تتحول من ناس بتلعب لصناعه، ناس بتشتغل بقى صناعه بتشتغل بجد، لانه مش مجرد ناس بتلعب في ملعب، لا المفروض دي صناعة، الصناعة دي لها محددات، لها أصول، لها يعني رأس مال، يبقى في نوع من أنواع الاعتراف العام كده في مصر بأنه كرة القدم صناعة ولابد أنها تتطور زي ما كل حاجة في البلد في الوقت الحالي بتتطور، كمان كرة القدم يكون لها نصيب في التطوير ده. صحيح. أتمنى أن ده اللي يحصل في المستقبل، لأنه لو ما تحولتش كرة القدم لصناعة ويبقى في دوري محترفين، ما هو دوري محترفين مرتبط أنك عندك لازم رخص معينة ولازم اشتراطات معينة عشان تكون نادي محترف. يعني النادي الاهلي، يعني احنا بنتكلم على نادينا اللي عارفينه، النادي عنده هذه الشروط، والنادي الاهلي بيعمل كمان خطه يعني طويله المدى، وهيأسس شركه اسمها شركه الاهلي لكره القدم الاف سي، كل ده خطوات. لكن انت بتتكلم على نقاط مهمه جدا، ان فعلا بقى مش كل شويه يعني ما يجي مشكله يقول لك لا ده اصل الكره صناعه ما حدش له دعوه بيها. فانت بتتكلم على لفظ الصناعه ديت، لفظ كبير جدا، ان يعني احنا بنتكلم بس، لكن انك تطبق ده مش موجود. ما هو بمناسبه الكلام عن النادي الاهلي، فكره التراخيص دي موجوده في النادي الاهلي من بدري، محضر لها، عنده المهندسه حنان الزيني مسؤوله عن الملف ده في قطاع الكوره. اعتقد النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي جاهز من 2013 بالرخصه بتاعته بكل الاشتراطات، بيراجع تطور اللوائح طول الوقت في الجانب ده. لو ده طبق على بقيه الانديه في مصر، هنا الوضع هيختلف. هنا هتلاقي ان كل نادي حريص على انه ما عندوش مشاكل مع لعيبته، ما عندوش مشاكل مع مدرب مشي، ما عندوش ازمه في حته انه ملعبه عارف هو هيلعب فين السنه الجايه حتى لو مأجر ملعب او غيره. صحيح. هو ده اللي هيديك الخطوه اللي تعمل بيها بعد كده الشركات. نادي الاهلي هو اللي بدا برضه، يعني نادي الاهلي هو اللي هيشد بقيه الانديه في الجانب ده، انه هيبقى عنده او هو اوريدي بيأسس شركه كره القدم. شركه كره القدم هي نواه تطبيق دوري المحترفين، عنده ملعبه دلوقتي موجود الملعب كمان. عشان الناس تفهم برضو، لازم لو حتى الملعب ايجار ده هو يعني لغايه ما يكون باسمه موجود، يعني موجود. ده المهم ان انت محدد جوه الرخصه بتاعتك ملعبك، هو ملعب. انا باجر الملعب الفلاني. صحيح. ملعب استاد القاهره، ملعب برج العرب، ملعب الكليه الحربيه، ايا إن كان، انما انا عندي ملعب هلعب عليه مبارياتي في الموسم ده، علشان حتى لما تيجي تشارك في افريقيا هو ده اساس الموضوع، لازم يكون عندك الرخصه. بالمناسبه الاتحاد الافريقي من السنه الجايه مشد جدا على ملف التراخيص، يعني في بعض الانديه في مصر ممكن يبقى عندها مشكله، لان يعني في انديه عليها ديون كتير للعيبه سابقه لمدربين. ده لو اي شكوى صغيره من اي اداري او اي لاعب او اي مدرب عنده شكوى اترفعت للاتحاد والفيفا اخطر، خلاص الموضوع منتهي، يبقى الرخصه تتسحب، الرخصه تتجمد، وبالتالي حتى لو الفريق بيشارك مش هيشارك في بطولات قاريه. فالموضوع محتاج يتظبط شويه. ده اللي المفروض الفتره اللي جايه ان الاتحاد الكوره يسعى له برضه، يعني هو برضه في النهايه هو دور اتحاد الكوره يعلن رابطه انديه محترفه، ورابطه الانديه المحترفه تبقى مسؤوله عن اداره مسابقاتها، تحديدا مسابقه الدوري هي اللي بتديرها. هنا العوائد هتزيد اكتر ما هي موجوده دلوقتي، توفير الاستقرار للكوره هو اللي هيزود العوائد. عوائد الكوره ده ان شاء الله ممكن نتكلم عليه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، لان ده شيء مهم جدا. من خلاله كمان هنخش على صناعه كره القدم، ونخش على الانديه المحترفه، فكل دي ملفات معانا ان شاء الله. واللعب المالي النظيف ده مهم قوي، اللعب المالي النظيف. طب ان شاء الله نبدا في الجزء ده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. وتشرفنا عمر بجد، سعدنا طبعا بحلقه مميزه جدا كالعاده. بنشكرك شكرا جزيلا، ومنتظرينك ان شاء الله يوم الثلاثاء. شكرك كابتن هاني. شكرا لي. شكرا. دي كانت طبعا نهايه الفقره الثانيه في البيت الكبير. الفقره اللي جايه طبعا مع اساطير النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، الكابتن عادل طعيمه والكابتن فتحي نصير.